بسم الله الرحمن الرحيم. قضية حلا شيحة واللي بيحصل مع حلا شيحة ليس بجديد إن تلاقي ممثل أو ممثلة أو فنان أو فنانة أو مغني أو مغنية أو أي حد من المشاهير لما يفكر أو حتى يكتب بوست على صفحته أو على حساباته على السوشيال ميديا إنه تاب وآب إلى الله سبحانه وتعالى أو بيفكر يبقى حاجة كويسة، زي الضجة اللي حصلت مع بهاء سلطان لما أعلن إن هو بيعتزل الفن، ودلوقتي اللي بيحصل مع حلا شيحة هي قد انتقبت فترة وبعد كده خلعت النقاب وبقت محجبة وبعد كده خلعت النقاب وخلعت الحجاب وبعد كده بقت متبرجة، ودلوقتي بتنتقد الدور بتاعها في معرفش الكليب ولا الفيلم بتاع مش أنا اللي مع تامر حسني، ومش عاجبها الدور ده وبتقول ان هي خلاص يعني الحاجات دي تابت عنها. تيجي بقى الناس تنتقد وتتكلم وانت متناقضة. لا يا جماعة، والله حلا شيحة مش حاجة غريبة ولا حاجة بعيدة، احنا كلنا حلا شيحة. ازاي كلنا حلا شيحة؟ احنا اذا كانت هي رجعت في خلال سنتين نقاب وحجاب وتبرج، طب ما احنا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى في اليوم مئات المرات وعشرات المرات، فهل ده تناقض؟ لا طبعا، هو ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن الكريم التواب، وربنا سبحانه وتعالى أعلن حبه للتوابين عندما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فربنا سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، الله عز وجل يغفر لمن استغفره وأناب إليه. فالفكرة إن يا جماعة لما حد يعمل حاجة كويسة ياريت نشد من أذره وياريت نقول الكلام الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تعن الشيطان على أخيك أو على أختك في الإسلام، لا، اللي يعمل حاجة حلوة نمتدح هذا الصنيع، لكن لو حد مثلا يعني يجي مثلا حاجة زي حلا شيحة وتعلن ان هي بتنتقد دورها في الكليب ده او في الفيلم ده، ليه ما نقفش جنبها؟ ليه نقول ان هي متناقضة؟ ليه نقول ان هي كل وقت بحال؟ لا، ما كلنا كده، كلنا بنعصي، كلنا ببعض ما نعصي يا اما نتوب الى الله سبحانه وتعالى او ممكن حد الله عز وجل يمهله على معصيته حتى يتوب، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فانت لما تعصي وتترك التوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى خلي بالك ده فضل من الله عز وجل، لان انت ممكن تموت وانت بتعصي وممكن تموت بعد المعصية ولم يقدر لك التوبة، لكن انت لما تعصي وتتوب وتحس انك بتغلط وتعترف بخطأك وتندم على ما فعلت يبقى ده شيء كويس. ولذلك شوف بقى لما تلاقي الله سبحانه وتعالى بيعدد صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دي من صفات عباد الرحمن انه بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل وعده بانه يبدل سيئاته حسنات. ومن صفات المتقين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى وعدتهم انهم من اهل الجنة ان هو يذنب ويتوب، او يتوب يذنب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعصي الله ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى ده شيء طبيعي جدا إنك تذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. الشيطان أصلا توعد، والشيطان بيقول لربنا يا رب وعزتك يا رب لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيرد رب العالمين سبحانه وتعالى عليه فيقول وعزتي وجلال لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرونني.
المعنى الجميل هنا في القرآن الكريم برضو عايز أقول عليه، لما تلاقي كلمة غافر والتي جاءت في القرآن الكريم في موضع واحد، وكلمة غفار والتي جاءت في القرآن الكريم في 5 مواضع، وكلمة غفور والتي جاءت في القرآن الكريم في 90 موضعا، الكلمات دي يعني غفار وغفور صيغ مبالغة على وزن فعال وفعول، مبالغة يعني يفعلها كثيرا. احنا قلنا من شوية ان ربنا تواب، تواب يعني مش تائب، لا يعني اللي هو مش بيتوب على العاصي. انت لما تغلط في حق واحد مرة واثنين وثلاثة يقول لك خلاص التالتة تابت، كل واحد يروح لحاله مش هستحمل كده، لكن انت بتغلط وبتخطئ وبتعصي الله سبحانه وتعالى كم مرة في اليوم، ولو رجعت اليه قبلك، ولو عدت اليه قبلك، ولو تبت اليه قبلك سبحانه وتعالى. فغافر سبحانه وتعالى وغفار وغفور، ايه الفرق؟ غافر يعني حاجة مرة واحدة، غافر الذنب وقابل التوب. طيب غفار على وزن فعال. قالوا غفار صيغة مبالغة تدل على تنوع الذنب، هو عمل ذنوب بس متنوع، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب حتى وإن تنوعت، مرة يكذب، مرة يغتاب، مرة ينم، مرة مش عارف يمد يده على حاجة مش بتاعته، ده غفار. غفور يغفر، ودي صيغة مبالغة، الذنوب الكثيرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنني أغفر لكم الذنوب وإن كثرت وإن تنوعت، وإن كثرت مهما كانت كثيرة هغفرها، ومهما تنوعت برضو هغفرها. هو ده ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا ليه الهجمة الشرسة على حلا ولا على غيرها؟ هذا أمر متجدد. تطلع مثلا فنانة أو يطلع فنان وخلاص أنا هعتزل الفن، أو أنا مش يعني، حتى لما طلع يوسف الشريف الفنان أو الممثل الشاب وبينتقي أدواره ومش بيعجبه حتة الأحضان والقبلات، فطلعوا عليه وهجموه. ليه يعني؟ لماذا لا نحترم القيم؟ لماذا لا نحترم ونعزز الثوابت؟ ليه عايزين الناس كلها تنحرف وتنجرف نحو المنحدر؟ ليه؟ طالما هي بتعمل حاجة كويسة وعايز تعمل حاجة كويسة نشجعها وندعمها. وأي حد بيذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى يقبله. عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني، لما جاء شاب إلى سيدنا رسول الله، ودي وده حديث عظيم قوي، حديث بيفتح الباب لأي حد بيذنب، خلي بالك مهما أذنبت وعصيت قل يا رب، خبط على باب ربنا كده، وسبحان الله أحد أبواب الجنة الثمانية باب التوبة، باب التوبة. فشاب كما الشاب اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تركت سيئة، ما معناه يعني إلا وفعلته، قال له أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له يعني معناه كده أبشر فقد غفر الله سبحانه وتعالى لك. فالشاب يقول له وغدراتي وفجراتي، يعني حتى اللي أنا غدرت فيه وفجرت فيه. قال وغدراتك وفجراتك. فاستبشر الشاب فرحا وغادر مجلس رسول الله وهو يقول الله أكبر. رأوا الحديث يقول فلم يزل أو لم أزل أسمعه يكبر حتى توارى عنا. بيكبر فرحان، فرحان بتوبة ربنا سبحانه وتعالى عليه، وفرحان بأن ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة من يعود إليه ومن يتوب إليه سبحانه وتعالى. فياريت إحنا معناش سكوك إن ده في الجنة أو ده في النار، ولا نملك إن إحنا نحكم أو ننصب أنفسنا حكاما على الناس ولا على تصرفات الناس، لا. إحنا ندعي لأي حد بالهداية، إحنا كلنا ذنوب، كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت حلا وأمثالها وأن يثبتنا جميعا على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العاقبة والخاتمة، اللهم آمين. أشوفكم على خير، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.